بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف الخامس، يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم عن صلاة التراويح. رح نفهم القصة يا مس، القصة التي دارت بين فاطمة والأم عن صلاة التراويح حتى نعرف أكثر عن صلاة التراويح. جلست فاطمة مع أفراد أسرتها أمام التلفاز بعد أن ثبتت رؤية هلال شهر رمضان، فتابعوا بثا حيا من مكة المكرمة لصلاة العشاء. وبعد الانتهاء منها قال المؤذن: صلاة القيام أثابكم الله. سألت فاطمة والدتها: عن ما صلاة القيام يا أمي؟ قالت الأم: إنها صلاة التراويح يا بنيتي، يؤديها المسلمون تطوعا في ليالي شهر رمضان بعد أداء فرض صلاة العشاء تقربا إلى الله تعالى وطلبا للأجر والثواب. علل: سميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا بعد أن يسلموا ثم يستأنفوا صلاتهم. إذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا، بيستريحوا شوي بعد أن يسلموا ثم يستأنفوا صلاتهم، ثم يعني يرجعوا يبلشوا بالصلاة. فاطمة: وهل فرض الله تعالى علينا صلاة التراويح؟ الأم: إنها ليست من الصلوات الخمس المفروضة يا بنيتي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ورغب فيها، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأحرصي على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فاطمة: وكم عدد ركعاتها يا أمي؟ الأم: صلاة التراويح 8 ركعات، ويجوز أن يصليها المسلم أكثر من ذلك حسب استطاعته وقدرته. فتابعت الأم وابنتها صلاة التراويح إلى نهايتها، فقالت فاطمة: لاحظت يا أمي أن صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين. الأم: أجل يا بنيتي، يقرأ الإمام فيهما بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني من صلاة التراويح ركعتين ركعتين. فاطمة: جزاك الله خيرا يا أمي، وزادك الله علما وفقها في الدين. الأم: لنصلي التراويح معا جماعة يا فاطمة. فاطمة: سمعا وطاعة يا أمي. الأم: وغدا سنذهب معا إلى المسجد لنصلي العشاء وصلاة التراويح. صنف العبارات الآتي حسب الصلاة التي تتعلق بها: صلاة التراويح وصلاة الوتر. صلاة التراويح تصلى بعد العشاء في رمضان، ركعاتها زوجية. صلاة الوتر تصلى بعد العشاء في كل ليلة، ركعاتها فردية. أحرص في حياتي على أن ألتزم بأداء صلاة التراويح ولا أزعج المصلين في المسجد. اختبر معلوماتي من صفحة 69. السؤال الأول: اكمل الفراغات الآتية بما هو مناسب. ألف: يؤدي المسلمون صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان المبارك. باء: حكم صلاة التراويح سنة. السؤال الثاني: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. هذه الصلاة هي صلاة التراويح. يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح اللي هي عنا يمس، يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح 8 ركعات، 20 ركعة، جميع ما ذكر صحيح. السؤال الثالث: كيفية أداء صلاة التراويح كما وردت في الحديث النبوي الشريف؟ أكبر ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم أركع وأسجد وأقوم إلى الركعة الثانية وأفعل بها كما فعلت بالأولى، ثم أسلم وأكمل الركعات كما فعلت. السؤال الثالث اللي حكيناه يمس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى ومثنى. فإحنا وصفنا كيفية أداء صلاة التراويح. السؤال الرابع: علل سبب تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا بعد أن يسلموا ثم يستأنفوا صلاتهم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.